منذ اندلاع أولى الاحتجاجات في الجزائر كان هناك صراع أبدي بين طرفين. طرف أول يمثل الإدارة ويسعى جاهداً من أجل احتواء الأوضاع بشتى الطرق، وآخر حمل هموم الطبقة الشغيلة ودافع عنها بكل ما أوتي من وسائل وعلى رأسها الإضرابات. هذه المنظمات أنشئت في إطار قانون ومضات على هذا القانون، لابد أن تحترم حق النقابة، هو حق دستوري، حق التعليم كذلك هو حق دستوري. غير أن إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدم التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية أبرز طرفا ثالثا في الصراع، وقف إلى جانب الإدارة وضد الإضراب الذي يشنه الكنابست. اللافت أن هذا الطرف يمثل أيضا العمال، وسبق أن رافع لمطالبهم. لا غالب للأسف الشديد احنا ما نحبين نهضروا، ولكن تقزمني أن أقول حقيقة المجتمع. أحسن تعبير هؤلاء الأشخاص عندما نجدهم يلعبون دور الإدارة ودور المستخدم، هذا يبين بأن هؤلاء لا علاقة لهم بالعمل النقابي ولا يفقهون شيئا في العمل النقابي، وإنما هم خطر العمل النقابي والتعددية النقابية. 21 ولاية، نسبة أقل 300، أقل نسبة هي 1.04 في جيجل، أعلى نسبة 25.81 وهي في بجاية. يتكلمون في أمور لا تخصهم وليس من مهامهم ولا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، إذن هذا يدل على أنهم مكلفون بمهمة أجل مصالح شخصية. هذا الهدوء اللي عشناه منذ 2014 إلى اليوم، رقم سيرت المرحلة ما فيش، كانت الحالة هادية ومستقرة. يعني هذا منيجة، هذا نتاج أبواب الحوار اللي مفتوحة لأجل إرضاء الإدارة التي هي تغريهم بعديد المصالح. وراكم تلاحظوا، راكم في العاصمة، راكم في الثانوية، فيها ممكن 2000 تلميذ، الدخلوا إلى واحد راه مضرب. صراعنا هو مع 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 الإدارة وليس مع النقابات. النقابات يجب أن تفكر في مصلحة عمالها. في وزارة التربية يعني في الأبواب يعني مفتوحة بصفة دائمة. ما نجد بأن النقابات هي من تكون الآداة وتكون الوسيلة لضرب نقابات أخرى، يجب أن يكون مرفوضا من الصاهرين على النقابات وعلى التعددية النقابية. صراع نقابة نقابة أو تطاحن الإخوة الأعداء، والذي تحركت لأجل إخماد ناره حكومة بأكملها، صراع ظاهره من شأنه أن يوسع هوة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع بن غبريط، الذي لا يفتأ أن يغمض جفنا حتى يفتح آخر عن قضية إضرابات واحتجاجات.